هواية وحرفة وحرفة وهواية، هواية وحرفة وحرفة وهواية. تعالوا معايا نشوف الحكاية بخطوة جديدة وفكرة مفيدة ورحلة سعيدة تكون البداية. رياضة وجيم ده جدا مهم، بتتعب شوية عشان تستجم، تصلح جهاز أو تزين إزاز، نقوش بالشاكوش والمهمة تتم. ولو جيت تسافر نقول لك لفين وإمتى بتوصل وبتروح لمين، وفوق السحاب لما تمسك كتاب بنختار معاك الصديق الأمين. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هواية وحرفة. في حلقة اليوم هنزور أرض النار والجليد أيسلندا في فقرة بدل سفر، وفي فقرة أيادي خضراء هنزرع أحلى ورد بلدي في البيت، وفي فقرة دنيا تك هنشوف استخدامات الواقع المعزز الجديدة، وهنعالج أي تعب في الظهر بتمارين بسيطة في فقرة ركن الرياضة. كل ده في برنامجنا النهاردة، فتابعونا. بنختار معاك الصديق الأمين. أهلا بكم جمهورنا جمهور المجد في فقرة جديدة من فقرات بدل سفر من برنامجكم هواية وحرفة. أنا محمد حسان دليلكم في هذه الرحلة. في فقرة بدل سفر نتناول واحدة من الدول الجميلة اللي ربما بتكونوا مهتمين بزيارتها. هنتعلم مع بعض المعلومات عن هذه البلد، هنساعدكم بنصائح أثناء زيارتكم أماكن تزوروها، هنوفر لكم معلومات عن تقييم مبدئي للأسعار والميزانية اللي تتكلفها الرحلة للشخص الواحد. النهاردة هنزور أرض النار والجليد، هنزور أيسلندا. أيسلندا واحدة من أكثر الوجهات السياحية شهرة في السنوات الأخيرة، وده بفضل مناظرها الطبيعية الخلابة، ثقافتها الأوروبية الساحرة، عاصمتها النابضة بالحياة، التضاريس البركانية المثيرة، المدن الساحلية الجميلة اللي بتنتشر حول الجزيرة. بتقدم الدولة الشمالية مجموعة من التجارب التي لا تنسى لأي نوع من المسافرين. سواء كنت مغرم بعجائب البلاد الطبيعية أو تاريخها الغني أو مطبخها المبتكر، أيسلندا هتوديك لسحر مختلف. دليلك الشامل لزيارة أيسلندا أرض النار والجليد معنا. تقع أيسلندا في شمال المحيط الأطلسي بين جرينلاند والنرويج، شمال غرب المملكة المتحدة. عدد سكانها حوالي 364 ألف نسمة. العملة الكورونا الأيسلندية. اللغات الرسمية الأيسلندية. العاصمة ريكيافيك. تاريخ الاستقلال، نالت أيسلندا استقلالها عن الدنمارك في 17 من يونيو من عام 1944. أفضل وقت لزيارة أيسلندا. بيشتهر مناخ أيسلندا بعدم التنبؤ به، ممكن أنه يتغير الطقس من شمس دافئة لعواصف عاتية، وده في نفس اليوم. ومع ذلك فإن بعض الأوقات من العام تعتبر أفضل وقت للزيارة. بيمتد موسم السياحة الرئيسي من مايو لسبتمبر، بتكون درجات الحرارة أكثر اعتدالاً، ساعات النهار طويلة، بتوفر أشهر الصيف يونيو إلى أغسطس الطقس الأكثر دفئاً الأطول في الأيام، أفضل الظروف للأنشطة الخارجية زي المشي المسافات الطويلة، مشاهدة الحيتان، استكشاف المعالم الطبيعية الشهيرة في البلاد. ومع ذلك ممكن تكون المواسم الانتقالية في الربيع أبريل لمايو والخريف سبتمبر لأكتوبر أوقات ممتازة للزيارة، مع حشود أقل وكمان أسعار أقل والطقس لسه لطيف. الربيع هو وقت رائع لمشاهدة الشلالات الرائعة في الجزيرة بكامل تدفقها، لكن الخريف بيوفر بقى أوراق الشجر الزاهية الفرصة لرؤية الشفق القطبي. بيعتبر الشتاء من نوفمبر لمارس الموسم المنخفض في أيسلندا، بتكون ساعات النهار فيه أقصر، درجات الحرارة أبرد، وزيادة في هطول الأمطار. ورغم كده ممكن يكون ده برضو وقت لطيف ساحر للزيارة، مع فرص للاستمتاع بالينابيع الساخنة واستكشاف الكهوف الجليدية ومشاهدة الشفق القطب المبهر. مهما كان الوقت اللي هتختاره للزيارة، اتأكد من ان انت معاك طبقات ملابس متعددة ومعدات مقاومة للماء وأحذية مشي متينة للاستعداد لمناخ أيسلندا اللي ممكن يتغير في لحظة وصعب التنبؤ بيه. أهم معالم ومدن أيسلندا. كدولة جزيرة قليلة السكان، بتوفر أيسلندا ثروة من العجائب الطبيعية والثقافة المتعددة والمتركزة في منطقة جغرافية صغيرة نسبياً،
بعض من الوجهات اللي يجب زيارتها في البلاد تشمل ريكيافيك عاصمة أيسلندا النابضة بالحياة، أكبر مدينة هي مركز الثقافة والمطبخ المتقدم. ممكن تتجول في شوارعها الساحرة المليانة مباني ملونة، وممكن ترتاد المقاهي بتاعتها المعارض تشاهد الحياة المزدهرة في المدينة. الدائرة الذهبية يربط هذا المسار اللي يبلغ طوله 190 ميل بعض المعالم الطبيعية الأكثر شهرة في أيسلندا، بما في ذلك شلال جولوفوس، منطقة جسير الحرارية، حديقة ثينغفيلر الوطنية، موقع التراث العالمي لليونسكو. البحيرة الزرقاء واحدة من أشهر العجائب اللي من صنع الإنسان في أيسلندا، بيقدم هذا المنتجع الحراري تجربة رائعة في الاسترخاء في المياه الغنية بالمعادن وسط مناظر طبيعية بركانية تشبه القمر. البحيرة الجليدية، هذه البحيرة الجليدية الخلابة مليئة بالجزر الجليدية الطافية اللي بتنفصل عن الجبل الجليدي فانتاجوكول القريب، مما يخلق مشهد طبيعي ساحر. غرب فيوردز، شبه جزيرة غرب فيوردز البعيدة، موطن لبعض مناظر أيسلندا الأكثر درامية وغير المزدحمة، بما في ذلك المنحدرات البحرية الشاهقة، الشلالات الخفية، الخلجان النقية. شبه جزيرة سنايف ليسنس، غالباً ما تسمى أيسلندا المصغرة، بتقدم شبه الجزيرة دي الوعورة المعزولة، ثروة من العجائب الطبيعية، القمم البركانية، الشواطئ الرملية السوداء. لو رايح أيسلندا لازم لك شوية نصايح لازم تاخدها في حساباتك. باعتبار أن أيسلندا دولة حديثة ومتطورة للغاية، بتعد أيسلندا بشكل عام سهلة التنقل للسياح، ورغم كده في بعض الأمور الأساسية اللي لازم تحطها في اعتبارك. التحضير للطقس، مناخ أيسلندا غير متنبأ بيه مع تغيرات سريعة في درجات الحرارة والرياح وهطول أمطار، عشان كده لازم بيبقى معاك طبقات متعددة من الملابس رقيقة قابلة للتنفس. خلي معاك ملابس خارجية مقاومة للماء، أحذية مشي متينة. احترم التغيرات الطبيعية، ممكن تكون المناظر الطبيعية الدرامية في أيسلندا مذهلة لكن خطيرة في نفس الوقت. امشي في المسارات الموضوعة ليك، اتبع جميع التحذيرات الأمنية، ما تستخفش أبداً بالتغيرات الطبيعية زي الينابيع الحارة والشلالات والجبال الجليدية. اتعلم بعض العبارات الأيسلندية، على الرغم من أن اللغة الإنجليزية منتشرة بشكل واسع خاصة في العاصمة، لكن بذل جهد لتعلم بعض العبارات الأساسية في اللغة الأيسلندية هيكون مفيد جداً ليك في التواصل مع السكان المحليين وتحسين تجربتك السياحية. استعد للإنفاق، بتشتهر أيسلندا بكونها مكلفة مع ارتفاع الأسعار لكل شيء بدءا من الإقامة وحتى الوجبات، وخطط لميزانيتك بشكل مرن عشان تعرف تستمتع بتجربة فريدة من نوعها في البلاد. لا تبخل في استئجار السيارات، تعد القيادة أحد أفضل الطرق لاستكشاف المناطق النائية في أيسلندا. ضع في اعتبارك أن أنت يبقى من ضمن أولوياتك سيارة قوية ذات دفع رباعي، خاصة إذا كنت بتخطط للتوجه لخارج الطرق الرئيسية. امتثل لقوانين المرور، أيسلندا قوانينها صارمة جداً سواء سرعة أو غيرها من المخالفات المرورية. تعرف على اللوائح المحلية وقم بالقيادة بحذر. من المغامرات المثيرة إلى العجائب الطبيعية الهادئة، بتقدم أيسلندا ثروة من التجارب التي لا تنسى للزوار، بتشتمل على بعض الأنشطة اللي يجب القيام بها زي مشاهدة الشفق القطبي، فعليك أنك تشاهد العرض السحري الذي لا يصدق للشفق القطبي، بيكون موسم الذروة لمشاهدته من سبتمبر لإبريل. الاسترخاء في الينابيع الساخنة، استرخي في الينابيع الساخنة والحمامات الحرارية زي البحيرة الزرقاء الشهيرة أو منطقة لاند من اللوجر النائية. التجول في الجبال الجليدية والكهوف الجليدية، ارتد الحذاء الخاص، تسلق المناظر الطبيعية المذهلة المتغيرة باستمرار للجبال الجليدية والكهوف الجليدية في أيسلندا. شاهد الحيتان، رصد الحيتان الحدباء والحيتان القاتلة والدلافين المرحة في جولة بالقارب من المدن الساحلية، رحلة لا تعوض. التجوال والتسلق، ارتدي أحذية المشي الخاصة بيك واستكشف الشلالات والبراكين والمعجزات الطبيعية الأخرى من طريق لاوجا فيجور إلى ممر في موفور دوهالس، وعليك مراقبة الطيور، قرب من هذه الطيور البحرية الجميلة في مواقع التعشيش بتاعتها من منحدرات لاترابارك. كمان من المغامرات المهمة مغامرات الطهي، تذوق المأكولات النوردية الجديدة، تذوق الأطباق الأيسلندية التقليدية زي لحم الضأن المدخن، وكمان الكوكتيلات المصنوعة من المشروبات الأيسلندية.
تشتهر أيسلندا بكونها واحدة من أغلى دول العالم في الإيجارات والبقالة والمرافق وغيرها من الأساسيات، عشان كده ممكن تتراكم عليك الديون بسرعة خاصة في العاصمة. في الإسكان بتتروع خيارات الإسكان من الشقق الحديثة للأكواخ الأيسلندية التقليدية، تختلف الأسعار بشكل كبير حسب الموقع، بتميل العاصمة إلى أنها تكون الأغلى. اللغة الأيسلندية هي اللغة الرئيسية على الرغم من إتقان اللغة الإنجليزية مرتفع خاصة بين الأجيال الأصغر سناً. قد يواجه المغتربون بعض التحديات الثقافية، لكن روح الترحيب في الجزيرة تجعل التكامل أسهل. بشكل عام بتوفر أيسلندا مستوى معيشة عالي للغاية، جمال طبيعي مذهل، اقتصاد مستقر ومزدهر، ورغم كده ممكن تشكل تكاليف المعيشة العالية والمناخ الشتوي تحديات للبعض. لازم تبحث بشكل شامل وتخطط بشكل ضروري لتحقيق انتقال ناجح. باعتبارها واحدة من أغلى الوجهات في أوروبا، بتتطلب أيسلندا تخطيط دقيق للميزانية لمعظم المسافرين، وعشان كده هندي لك بعض التفصيل عن بعض التكاليف النموذجية. الإقامة سرير في نزل من 40 ل 80 دولار أمريكي في الليلة، فندق اقتصادي من 100 ل 200 دولار أمريكي في الليلة، فندق فاخر 300 دولار أمريكي وأكثر في الليلة. الطعام وجبة في مطعم للوجبات السريعة أو مقهى من 15 ل 25 دولار أمريكي، وجبة في مطعم غير رسمي من 30 ل 50 دولار أمريكي للشخص الواحد، تناول طعام راقي من 75 دولار أمريكي وأكثر للشخص الواحد، التنقل من المطار بواسطة حافلة من 20 ل 30 دولار أمريكي للشخص الواحد، تأجير سيارة اقتصادية من 50 ل 100 دولار أمريكي في اليوم، رحلة داخلية من 100 ل 300 دولار أمريكي ذهاب فقط. الأنشطة: البحيرة الزرقاء من 55 ل 85 دولار أمريكي للفرد، جولة في الجبال الجليدية من 100 ل 150 دولار أمريكي للشخص الواحد، جولة لمشاهدة الشفق القطبي من 80 ل 120 دولار أمريكي للشخص الواحد. بكده نبقى وصلنا لآخر محطة في رحلتنا لأيسلندا، وآخر فكرتنا من بدل سفر، وإن شاء الله تكونوا انبسطتوا معانا، ونشوفكم في فقرات كتير جاية ومحطات كتير إن شاء الله. مين اختار معاك الصديق الأمين؟ صباح الخير عليك واهلا بيكم فقره جديده من فقرات ايادي خضراء. مين فينا مش عايز يزرع ورد بلدي في البيت، او ما جربش، او حاول يزرع ورد بلدي وفشل؟ هكلمكم النهارده ان شاء الله عن اهم المشاكل اللي بتقابل الورد البلدي، ازاي نقدر نتاكد ان الورد البلدي ده بيطلع زهور معانا باستمرار بشكل دايم خلال الموسم بتاعه وخلال السنه، وازاي نكترها وازاي نحافظ عليه، واهم الاصابات كمان اللي بتجيله. الورد البلدي طبعا انا بعتبره من اهم الزهور اللي موجوده، من اهم الزهور اللي ممكن ان احنا نزرعها في البيت، واجمالها الصراحه واحلاها. الورد البلدي مش كله بيكون ليه، في انواع معينه بتكون بريحه، وديت اللي هقول لكم عليها وازاي تختاروها لو انتوا عايزين تختاروا انواع ورد تكون بريحه. طيب اول حاجه دلوقتي لو انا عايز ازرع ورد اعمل ايه؟ اول حاجه هتروح المشتل تشتري منه شتلات ورد، او شتلات ورد لما تيجي تشتريها بقى تبص عليه. لما اجي اشتري شتله ورد انا بيهمني ان النبات يكون فيه نمو خضري كويس، يكون فيه تفريعات كويسه بالمنظر ده، مش ببص قوي على الزهور اللي هي مفتحه، ده ما يفرقش معايا خالص. يعني انا بالنسبه لي اهم حاجه ان النبات يكون ما فيهوش اي اصابات حشريه، ما يكونش فيه نقص عناصر، ما يكونش فيه حاجات ضعيفه او ورق ضعيف او ورق يكون لونه بني. وانت كمبتدئ او انا كمبتدئ هعرف الحاجات دي ببساطه لما الاقيش النبات يكون فيه حاجه غريبه، ما الاقيش الورق لونه اصفر، ما الاقيش اطرافه بني، ما الاقيش الورق ناشف، ما الاقيش النبات صغير كده وحجمه صغير والاوراق طالعه مكرمشه. لا، محتاج ان النبات يكون طالع بشكل كويس ويكون حجمه كبير. ببص دايما ان النبات يكون فيه بيسموها في المشاتل لوز، او ورد لسه هيفتح ببساطه زي كده، ده بيضمن لي ان النبات هيقعد معايا فتره طويله لحد ما يطلع زهور باستمرار. يعني الزهره المفتحه دي لو انا اشتريتها من المشتل بالمنظر ده كده، تقريبا عقبال لما ارجع البيت او خلال يومين هلاقي الزهره دي وقعت، لكن لما اجيب زهور مقفله بالمنظر ده هيخليها استمر ويقعد معايا تقريبا الفتره الجايه من الزهره. طيب بعد بقى لما الزهرة بتاعتي بتنشف، ولنفترض مثلا زهرة زي الزهرة اللي مفتحة دي نشفت، محتاج ان انا اعمل ايه؟ محتاج ان انت تروح جاي نازل تحتها بصفين ورق او بصف ورق زي كده وتروح قاصص. يعني ولنفترض ان دي نشفت مثلا، ولنفترض ان الزهرة زي اللي معايا دي نشفت، هروح جاي قاصصها من هنا بالمنظر ده
فوق العين، فوق المكان اللي بيطلع منه ورق جديد اللي هو هنا، عشان النبات يطلع معايا ورق. ودي مشكلة بتقابل ناس كتير قوي في الورد، ان هي بتقولك انا اشتريت الورد فيه ظهر ومظهر وحلو قوي، بس الورد بتاعي ما بقاش بيظهر تاني، او بعد لما الزهور اللي فيه فتحت ما طلعش اي زهور جديدة. فالسبب في الموضوع ده بيبقى ايه؟ بيبقى السبب ان احنا مش بنقلم الورد، مش بنشيل الحاجات الناشفة في الورد، لازم دايما اكون بقص الورد وبارميه. يعني مثلا خلينا ناخد مثال ان ده هنا كان فرع فيه زهره ونشفت، هروح جاي نازل تحتيه بصف ورق كده، واروح جاي قاصص بالمنظر ده كده، زي كده، زي بالمنظر ده بالظبط. طب لو انا ما سبتهاش زي دي كده، دي مثلا كانت زهره وقعت ومحدش قصها، فالنبات ما عملش اي حاجه جديده، الزهره وقعت وفضلت صاج زي ما هي، فلازم نروح احنا جايين وقصنا بالمنظر ده عشان نساعدها انها تطلع فروع جديده. لما نعمل كده هتلاقي النبات بنطلع معاك فروع جديده، اوراق حمراء جديده، الاوراق دي هتجيب معاك زهر جديد. لو ما عملتش كده هتلاقي النبات بتاعك مش بيظهر، او بياخد على الاقل فتره كبيره قوي ما بين الزهره والزهره الثانيه انها تطلع. فزي ما اتكلمنا كده، احنا دايما لازم نكون بنقلم النبات بتاعنا باستمرار، كل يوم ببص عليه واشيل منه اي فروع دبلانه بالمنظر ده كده، اي حاجه فيها الورده بتاعتها نشفت زي كده، فبالتالي بيجي اقصها وارميها، ولازم اعمل دوت باستمرار. زهره مثلا خلاص نشفت بالمنظر ده، بروح جاي نازل صفين ورق وببدا ان انا اقص وانضف النبات بتاعي باستمرار بالمنظر دوت، عشان نديله نوفر له احسن الظروف ان هو يكبر فيها ويطلع لي نموات جديده. طيب لما بجيب النبات من المشتل بالمنظر دوت او في القصريه السوداء اللي هي بالشكل ده كده، لازم ان احنا ننقلها لحاجه واسعه، سواء الحاجه الواسعه دي هننقلها مثلا لارض او في جنينه، او هننقلها على الاقل لي قصاري بالمنظر زي اللي احنا جايبينه دوت كده. تعالوا نبص كده مع بعض، لو انا هزرع النبات دوت في قصاري فهعمل ايه؟ اول حاجه هحضر القصاري ديت، وهتاكد من ان فتحات التربه بتاعتي كويسه وشغاله، وتكون التربه بتصرف الميه بطريقه كويسه. وبعد كده هحضر خلطة التراب بتاعتي. خلطة التراب بتاعتي هتبقى عبارة عن ايه؟ خلطة التراب هتبقى عبارة عن التربة الصناعي اللي هي البيتمس والرمل والكمبوست، وبخلطها مع بعض بالمنظر دوت كويس قوي زي كده. بنخلط التربة بتاعتي وببدأ ان انا اوسع مكان للشتلة الجديدة. بمسك الشتلة بالمنظر ده بايدي الشمال وببدأ ان انا اقلبها، وبخرج النبات من التربة بالمنظر دوت كده. هتلاقي ان النبات زي ما اتكلمنا قبل كده ان الجذور بتاعته بتبقى لفه، ولازم ان احنا ننقله حاجه واسعه عشان نديله مساحه اكتر ان هو يكبر فيها بالمنظر دوت كده. طيب لو انا ما نقلتش النبات بتاعي لحاجه واسعه وما اديتلهوش مكان ان هو يكبر فيه، هتلاقي النبات بتاعك دايما صغير ومش بيديك احسن نتيجه، هتلاقي النبات بتاعك ضعيف، مش بيديك نموات جديده، مش بيديك ورق جديد، هتلاقي النبات بتاعك واقف على الحاله اللي هو موجود فيها. فلازم لما نيجي نجيب زرعه جديده ننقلها لحاجه واسعه، سواء الحاجه دي هتبقى حوض او ارض او ايا كان الحاجه دي هنعملها ايه. انواع الورد اللي بيكون ليها ريحه في مصر هي الورد السوري او الدمشقي زي اللي احنا بصينا عليه دوت، والورد الهادلي، والورد البرج اللي هو الورد دايما اللي هو ريحته لونه فوشيا. يعني هتلاقي الانواع اللي انا قلتها دي اللون بتاعها، لون الزهره بتاعتها لونه فوشيا، فهتلاقيه دايما الزهر اللي ليه ريحه هو اللون الزهر اللي هو لونه فوشيا بالمنظر دوت كده. طيب ايه بقى هي اهم الاصابات اللي ممكن تيجي للورد البلدي؟ الورد البلدي نقدر نقول اللي هو رخامته شويه في الاصابات، الاصابات اللي هي ممكن تجيله، الاصابات الحشريه، فاحنا بنتكلم عن العناكب، ده اهم حاجه بتيجي للورد البلدي بشكل عام. العناكب بتلاقي ان النبات الورقه الزهره بتاعته كده غالبا مش بتفتح، هتلاقي الورقه عليها نقط زي نقط بيضه ونقط صفرة كده كتير قوي، وتلاقي النبات بقى ما بقاش يكبر والزهر بتاعه بقى ضعيف. بيجيله كمان حشره اسمها حشره المن، بتلاقيها واقفه على الساق من تحت كده على الزهور، وبتخلي برده الزهر ما يفتحش. الحشرات دي كل اللي هي بتعمله انها بتاخد العصاره بتاعه النبات، بتاخد الغذاء اللي رايح للنبات، فبتؤدي للنبات يضعف والزهور بتاعته ما تكملش وهي ما تفتحش. طيب الحل بتاعه ايه؟ الحل بتاعه بسيط جدا، ان انت هنحدد نوع الاصابه اللي موجوده عندنا ونسال فيها حد يقول لنا النوع ونرشها للمبيد المناسب. المبيد المناسب غالبا بالنسبه للعناكب بيبقى مبيدات الاكاروسيه، اللي هي بتكون الماده بتاعتها ابامكتين او ابانتين. هتلاقي ده غالبا اللي هي معظم المبيدات العناكب بتهتم او بتشتغل على، او الماده الفعاله بتاعتها اللي هي المادتين دول. بتبدا ان انت تعمل كورس للرش، الكورس ده بيبقى عباره عن 3 مرات رش، كل مره والتانيه بينهم 5 ايام، وبنستخدم الجرعه سنتي على لتر ميه. برش النبات كله من فوق لتحت. في ناس بتقول لك طب ارش التربه ولا ارش الورق؟ لا، انت بترش الورق
وبترش الورق من فوق لتحت، يعني بترش الورق كله، لازم تغطي النباتات كلها، وما ينفعش ترش مره وتبطل، لازم ترش 3 مرات. يعني في ناس بتقول لي انا جبت المبيد ورشيت وما عملش اي حاجه، انت لازم عشان المبيد يجيب نتيجه معاك لازم تكون بترش 3 مرات وتاخد الكورس بتاع العلاج كامل عشان تقدر ان انت تنهي على الاصابه. وموضوع الاصابات ده مش حاجه متعبه او مش حاجه صعبه، يعني ان ممكن تخوف الناس انها تزرع، لا، يعني بس دايما بناخد احتياطاتنا او نبقى عارفينها علشان نقدر ان احنا نتعامل. دي كمان الورد البلدي اصابات فطريه، فيفضل ان احنا يكون معانا مبيد فطري جهازي نقدر ان احنا نستخدمه بشكل وقائي باستمرار. يبقى كده بالنسبه للاصابات حاجتين، مبيد فطري جهازي ومبيد اكاروسي، هات الاثنين دول بس، استخدم ده مره في الشهر وده مره في الشهر بشكل وقائي حتى من غير ما يجيلك اصابه. لو انا ما عنديش اصابه هستخدمه مره واحده، لو جات لي بقى الاصابه هعمل بقى له الكورس اللي اتكلمنا عليه اللي هو 3 ايام في الرشه وما بينهم 5 ايام. ده بالنسبة للإصابات الحشرية اللي بتجيلهم هما الاثنين. طيب بيطلع بقى أحيانا للورد البلدي حاجة اسمها نسر، بتلاقي الورد البلدي من تحت كده من الساق الأساسية خارج من تحت أفرع جانبية مليانة شوك من فوق لتحت، وعدد الأوراق بتاعتها 7 ورقات، وبتكون الساق دي مختلفة عن الساق بتاعة النبات وما بتطلعش ورد بلدي خالص، لا دي بتبقى ساق بتضعف في النبات وبتأدي ان النبات بتاعك يموت. احنا للأسف هنا ما بنخليش الفروع دي تطلع على طول، لا بنقصها باستمرار بحيث ان احنا دايما نحافظ على النبات بتاعنا سليم. الفروع دي اسمها فروع نسر، هتلاقوها بتخرج من التربة او من تحت، اي فرع او اي حاجة تلاقيه خارج من التربة من تحت قصه، ده بيكون فرع نسر، فلازم ان انت تقصه او نقصه من الجدر بتاعه باستمرار علشان النبات بتاعك يفضل زي ما هو كده. طب لو لقيت النبات بتاعك قاعد فترة من غير ما بيطلع ظهر، فلازم تتأكد من كذا حاجة هقولك عليها. اول حاجة تتأكد ان احنا ناقلينه الأصرية حجمها كويس، يعني ما يكونش في الأصرية السوداء. تاني نقطة اتأكد منها ابص على النبات ان هو ما يكونش فيه اي اصابات حشريه، ما يكونش فيه اي حشرات باينه بالعين او اي اعراض لاصابات جايه على الورق. دي تاني نقطه ابص عليها لو النبات بتاعي ضعيف. تالت نقطه ابص عليها اشوف هل انا بسمده ولا لا، يعني اسال نفسي انا اخر مره سمدته امتى، التسميد بتاعه كان بيتم كويس فعلا ولا لا. رابع نقطه ابص عليها هل النبات بتاعي فيه حشائش موجوده في التربه، هل النبات بتاعي فيه حاجات بتاخد من الغذاء بتاعه، هل في نسر خارج من التربه فالنسر ده بيضعف النبات بتاعي وبيخليه مش قادر ان هو يكمل ولا لا. فدي الاربع حاجات اللي ابص عليها لو لقيت النبات بتاعي ضعيف ولو لقيت النبات بتاعي مش بيطلع فروع كويسه. والنقطه الخامسه فيهم هل انا بقلل من النباتات بتاعي ولا لا، هل مثلا في افرع زي كده بالمنظر ده متسابه ولا لا. ما ينفعش يبقى في فرع في النباتات زي كده وتقول النبات ما بيطلعش زهور ليه، لا انت لازم تقصه باستمرار عشان النبات بتاعك يفضل يطلع الزهر اللي احنا عايزينه. اخر بقى نقطه هكلمكم عليها النهارده وهي التسميد. التسميد مهم جدا للورد البلدي، سواء تسميد طبيعي او تسميد بالمبيدات الكيماويه. هتلاقي دايما في شتلات الورد اللي احنا بنجيبها من المشاتل هتلاقيهم دايما بيعتمدوا على التسميد بشكل اساسي بالكمبوست. الكمبوست اللي هو الحيواني الجاي من فضلات الحيوانات وهي الابقار والاغنام وكده، هتلاقوه موجود على سطح التربه دايما بيستخدم زي كده بالمنظر ده، ده اللي هو الكمبوست الحيواني. طبعا هو متحلل، ما فيش فيه اي ريحه، ما فيش فيه اي حاجه خالص، فما تخافوش منه. فبيستخدم الكمبوست النباتي دوت النبات الحيواني او النباتي اسف على سطح التربه، ومع الميه بتاعه الري بينزل الغذاء في التربه. وكمان ممكن نستخدم الاسمده من بره اللي هي الاسمده الكيماويه اللي هي زي الام بي كي اللي هو زي اللي انا ماسكه فيه ده، اللي هو النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم. الاسمده دي اللي هي العناصر الكبرى اللي موجوده في النبات او اللي هي بتمد النباتات بالعناصر الغذائيه اللي هو عايزها، ده اللي هو العناصر الكبرى. وبقيه العناصر الحديد والمنجنيز والزنك فدي اللي احنا بنرش بيها باستمرار علشان تعوض نقص العناصر اللي بيصيب النباتات بتاعتي. فلو كده انا ارشح لكم نبات تبداوا بيه في نوع من انواع الورد البلدي، فارشح لكم لو عايزين حاجه بريحه ارشح لكم اللي هو الورد السوري ده، او نوع اسمه نبات الهدلي او البرج تبقوا اسالوا عليه في اي مشتل. ولو حاجات بريحه بزهور بقى بس مش مهم معانا الريحه، فده معاكوا اختيارات فيها كتير قوي، سواء بقى الاورنج سواء الابيض سواء الاحمر او حاجات اللي هي بقيه العيله بتاعه الورد اللي هي زي الورد البونبوني والورد البليانطه، كلهم نفس الفكره كده بس اشكال مختلفه من ورد، في منها المقزم وفي منها الطويل وفي منها اللي هو مختلف بالمنظر دوت كده.
طيب النقطه بقى اخر نقطه هتكلم معاكم فيها سريعا وهي نقطه الري اللي انا باكد عليها دايما. ما ينفعش ان احنا نكون بنسقي النباتات الا لما التربه بتاعتنا تنشف. لازم ان انا امسك التربه واتاكد انها جافه تماما قبل ما اسقي. مفيش مواعيد ثابته خالص. لازم التربه بتاعتي تنشف واسقي. ده اعرفه منين؟ لما بمسك التربه والاقيها تربه ناشفه فبالتالي محتاج ان انا اسقي. ده ينطبق على الورد وينطبق على اي حاجه ثانيه. نقطه زياده هزودها هنا للورد ان انا لما اجي اسقي ما اجيبش ميه على افرع النباتات. خلينا اسقي في التربه بس، بلاش ان انا ارش باستمرار الميه كمان برشاش ورق او برشاش ميه. ليه؟ لان ده هيساعد او هيزود فرص ان هو يجيله اصابات حشريه واصابات فطريه. فخلينا دايما بنحط الميه في التربه وما نجيبهاش على الورق. يا رب تكونوا استفدتوا من الفقرة ديت وتقدروا ان انتوا تزرعوا الورد البلدي في البيت ويشتغل معاكم كويس قوي. واشوفكم ان شاء الله في فقرة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنختار معاك الصديق الأمين. بنختار معاك الصديق الأمين. اهلا بكم في فقرة جديدة من دنيا تاكو، برنامج هواية وحرفة. انا محمد جمال وهنتكلم النهارده عن موضوع تكنولوجي جديد. كالعاده بنبدا الجزء الاول من برنامجنا بخبر من اخبار التكنولوجيا الى نصل لموضوعنا الاساسي، ثم في اخر الحلقه بنتكلم عن اختراع عصري او ذكي بيسهل عليك حياتك بشكل يومي. استخدام جوجل وامازون ومايكروسوفت لوحات معالجه مركزيه قائمه على ارض. اعلنت شركه التكنولوجيا العملاقه جوجل وامازون ومايكروسوفت استخدامها للوحات المعالجة المركزية القائمة على معمارية ARM في مراكز بياناتها، وتعتبر وحدة المعالجة المركزية القائمة على ARM من أكثر الوحدات كفاءة في استهلاك الطاقة وأدائها متميز، وده بيخليها خيار مثالي لتحسين البنية التحتية لمراكز البيانات وتقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمستخدمين. وبتسعى الشركات من خلال التحول إلى تعزيز قدراتها التكنولوجية وتقديم خدمات سحابية متطورة بتلبي احتياجات الأسواق الحديثة، وبتعتمد استخدام معالجات ARM على توفير أداء عالي مع تقليل استهلاك الطاقة، وده بيساهم في تقليل التكاليف التشغيلية وتحسين الاستدامة البيئية لمراكز البيانات. الجدير بالذكر ان الشركات دي كانت بتستخدم معالجات من ARM قبل كده في أجهزتها، ولكن الأجهزة كانت غير متطورة. لكن مع إعلان أبل عن استخدام معالجها الجديد من طراز M والحل محل معالجات إنتل في أجهزتها اللي كان متوافر من سنين، أدى لتركيز المطورين على الانتقال لتكنولوجيا ARM لمحاولة مجارات شركة أبل. بكده انتهى الجزء الأول من فقرتنا، ويلا بينا نروح للجزء الثاني وموضوعنا الأساسي النهاردة. استخدام الواقع المعزز الـ AR وتوسيع استخداماته في الرعاية الصحية بقى من الأمور اللي فرض نفسها على الصحة التكنولوجية بشكل كبير. الواقع المعزز هو تكنولوجيا بتسمح بدمج العالم الرقمي مع العالم الواقعي، ما تبقاش عارف انت فين من منين كده من كتر ما الدنيا مفتوحة على بعض، وده بيتيح للمستخدمين تجربة تفاعلية بتتجاوز الحدود التقليدية في قطاع الرعاية الصحية، وبتفتح التقنية دي أفاق جديدة لتحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير حلول مبتكرة للتشخيص والعلاج والتعليم الطبي. لو رحنا بقى اتكلمنا عن تطبيقات الواقع المعزز في الرعاية الصحية فهي متنوعة. التدريب والتعليم الطبي مثلا، الواقع المعزز بيقدم فرص مذهلة في مجال التدريب والتعليم الطبي، وده بيمكن الطلاب والممارسين الطبيين من استخدام تقنيات AR بتصور هياكل جسم الإنسان بطريقة 3D أو ثلاثية الأبعاد، وده بيعزز فهمهم للتشريح والأمراض المعقدة على سبيل المثال، وبيخلي الطلاب قادرين يستخدموا الـ AR لمشاهدة إزاي بيتم تنفيذ العمليات الجراحية بدقة، وده بيتيح ليهم التعليم بشكل أكثر تفاعلية وفاعلية. أما بقى التشخيص والعلاج، فتطبيقات الواقع المعزز في التشخيص والعلاج بتشمل استخدامات التصوير الطبي والجراحة، والدكاترة بيستخدموا الـ AR لتصوير صور الأشعة السينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي بشكل مباشر على جسم المريض، وده بيساعدهم على تحديد المواقع الدقيقة للإصابات أو الأمراض. وفي العمليات الجراحية طبعاً الموضوع ده بيفرق كتير، والواقع المعزز ساعتها بيقدم إرشادات حية للجراحين بتحسن من دقة العمليات وبتقلل من مخاطر الأخطاء. كل اللي فات ده بيساهم طبعاً في تحسين تجربة المريض، بجانب أنك أنت تقدر توفر له معلومات واضحة وتفاعلية عن الحالة الصحية وعن علاجه، ويقدر بالAR يشوف ازاي ياخد الأدوية اللي عنده أو ازاي يمارس تمارين معينة علاجية في المنزل طبعا أو حتى لو خارج المنزل، ازاي يستخدم الAR في العلاج الطبيعي وفي التأهيل. كل ده طبعا بيوفر مجهود كبير قوي وبيوفر وقت،
وبفضل التوجيهات البصرية المرضى بيستفادوا جدا من القصة دي. أما بقى عن العلاج النفسي للمريض فبيتم خلق بيئات افتراضية كاملة بتساعد المرضى على الاسترخاء وتخفيف الألم، وهو ما يعرف بالعلاج الافتراضي في العلاج النفسي. والAR بيقدم جلسات علاج تفاعلية ومبتكرة، يعني بيساعد المرضى على التعامل مع حالات زي اضطرابات القلق والاكتئاب بشكل أفضل. يعني تقدر تقول إن الواقع المعزز بيبقى الدكتور الخاص بتاعك. بعد الكلام ده كله أتمنى تنظر للواقع المعزز نظرة أكبر شوية من اللي أنت كنت فاكرها، وإن هي مش مجرد حاجة كده ممكن نستخدمها في الترفيه، لأن ليها استخدامات أكبر بكتير. بكده انتهينا من الجزء الثاني من فقرة دنيا تك، ويلا بينا نروح للجزء الأخير اللي مليان اختراعات دايما غريبة ومختلفة، ويلا بينا نشوف اختراع النهاردة. كتير مننا لما بيسافر بيكتشف إن المية اللي بيشربها مش أحسن حاجة، ويبقى مش عارف يعمل ايه، وبيضطر يروح على طول يشتري مية جديدة، ويفضل بقى طول السفرية عمال يشتري في مية، رغم ان احنا هنا في دنيا تيك بنوفر لك فكرة ممكن تحللك القصة دي كلها. اخترعنا النهاردة عبقري ومبتكر، لانه بيفلتر المية بكل سهولة، وفي نفس الوقت حجمه صغير تقدر تتحرك بيه في اي حتة. لايف سترو 2 هي جهاز او هو جهاز مبتكر بيشتغل على تصفية المية وبيخليها صالحة للشرب في الظروف الطارئة او في المناطق اللي بتعاني من نقص المية النظيفة. وبيتميز الجهاز ده بقدرته على ازالة البكتيريا والفيروسات والشوائب من المية، وده بيخليه اداة حيوية للمسافرين والمغامرين وسكان المناطق النائية. طب ازاي بقى اللايف سترو بتعمل الموضوع ده؟ اولا هي بتصفي المية باستخدام نظام متعدد المراحل، بيشيل البكتيريا بعد كده الفيروسات بعد كده الشوائب بدقة عالية جدا. طبعا كل ده بيتم عن طريق سهولة شديدة جدا في الاستخدام، وبيتميز الجهاز بتصميم بسيط خالص ومريح، تقدر تستخدمه عشان تشرب المية بشكل مباشر من المصدر المائي، مش لازم تنقلها في حاجة تانية. طبعا برضو الجهاز جايب متانة وقابلية للتحمل، تعرفين بقى سفر وحركة كتير، فلازم يخلوه متين وقابل للتحمل، لانه مصنوع طبعا من مواد قوية وخفيفة الوزن في نفس الوقت، وده بيخليه مناسب للاستخدام في الظروف القاسية زي ما قلنا. فبكده ملكش حجة انك تطلع روح المغامر والمسافر من جواك، لان لو قابلتك اي مية مش نظيفة بعد كده بكل بساطة اللايف سترو هتنظفها لك في لحظتها. بكده وصلنا لنهاية الجزء الثالث من فقرة دنيا تك، على ان شاء الله نلتقي على خير في فقرات تانية تكنولوجية نتكلم فيها عن اخبار وعالم التكنولوجيا اكتر واختراعات مبتكرة ومجنونة. شكرا جدا ليكم، ونلتقي دايما على خير. بنختار معاك الصديق الامين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم كابتن محمد، فقرة جديدة من ركن الرياضة. النهاردة هنتكلم عن البول. البول طبعا ده الظهر، فالظهر مهما نتكلم عنه فمهم جدا في حياتنا، لازم نقوي الفقرات بتاعتنا، لان الفقرات بتاعتنا دي اللي شايله جسمنا، فلو الفقرات مش قويه فانا كده الظهر ضعيف، فلازم اقوي الفقرات والعضلات المحيطه بيها، واقوي الشولدر بتاعي الخلفي، الحناقات، قدر الله مشاكل في الظهر، الظهر بياثر على الرجل، فكل ده لازم ابقى عامل حسابي فيه، ولازم ادخل تمارين الظهر دي بشكل اساسي او شبه يومي، اعمله بلان معينه لظهري. فالنهارده ان شاء الله هنكمل فقرتنا عن البول، وهنشرح تمارين البول والتكنيك الصحيح بتاعه. هنبتدي طبعا نعمل ورم اب لجسم كله، خمستاشر عده او عشرين عده، جامب جاك برضو ممكن اعمل 3 في 20 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وطبعا لازم نشغل معانا عضلات الروتيكور كاف اللي هي العضلات المحيطه في الظهر بتاعتنا، فابتدي طبعا اشغلها كده. عدي برضو 15 عدة، 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. هو شغل برضو المفاصل بتاعتي كلها،
2 3 4 5 6 7 8 9 10. امسك حاجة خفيفة برضو، سخن ضهري. هعمل برضو التسخين ده 15 عدة في كل شكل. شغل برضو الكتف معايا 15 عدة برضو. والأمامي برضو معايا 15 عدة برضو في كل شكل معايا. وبعدها هبتدي تماريني زي ما اتفقنا ان احنا مش لازم نبتدي بالباي او نبتدي بالكتف الخلفي او نبتدي بالظهر، هبتدي بالعضلات الكبيره اللي عندي والضعيفه. فاحنا هنبتدي بالظهر النهارده ان شاء الله. همسك البند كده، ده هيشغل معايا عضله اللات اللي هي الماجنوس. هعملها 3 في 15 عده، والتكنيك برضو بتاعي بطيء جدا. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. هاخد ما بين مجموعة ومجموعة هاخد ريست دقيقة، ولازم اشرب مية وسط التمرين. ده كده همسك القبضة بتاعتي كده، الأولانية كانت كده، دي كده كده. أنا بشغل معايا الظهر من النص اللي هي العضلات المحيطة بالعمود الفقري بتاعي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. زي ما اتفقنا ناخد ريست دقيقة ما بين كل مجموعة ومجموعة، ولازم اشرب مية. ممكن لو انا مش معايا البند معايا دمبل صغير برضو نفس الشكل، وبرضو نفس الشكل كده بالبند معايا. كده انا لعبت شكلين للظهر. هلعب بقى الباي، ممكن العبه كده بالقبضتين، وممكن العبه قبضه واحده، بس انا هلعبه بالقبضتين. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. لازم التكنيك بتاعي بطيء. 12 13 14 15. الباي بالاخص لازم كوعي يبقى ثابت جنبي، ما ينفعش دراعي يعمل كده، لازم كوعي ثابت جنبي واطلع كده وانزل. الباي عندي عضلتين، عضله شورت وعضله لونج، فانا لازم ليها شكلين، لازم عشان الاثنين يشتغلوا معايا لازم العب الشكلين بالتكنيك الصح بتاعه. هما طبعا بيشتغلوا معايا في جميع الاشكال بس بنسب. انا من شويه كنت بشغل اللونج هيد، فانا عشان اشغل الشورت هيد لازم اطلع المفصل بتاعي كده. ممكن اسند على ترابيزه كده او اي حاجه عندي ممكن العبها كده، بس لازم طبعا اثبت كويس. تسعة عشرة حداشر اتناشر تلتاشر اربعتاشر خمستاشر. طبعا لازم كوعي يبقى كده، ما ينفعش يبقى كده، ما ينفعش العب كده، لازم كوعي ثابت جنبي. المفصل بس من بعد المفصل هو اللي بيتحرك، بلعب بطيء جدا عشان احس بالعضله والعضله تشتغل معايا. كده احنا خلصنا الباي، نلعب على الكتف الخلفي
لازم الكتف الخلفي اسحب على وشي في اي تمرين، فانا بشوف حاجه نربطها فيها. ممكن مثلا اي ترابيزه عندي او اي جهاز او اي حاجه مركونه عندي، وهقعد على ركبي كده واسحب عليا كده. 7 8 9 10 11 12 13 14 15. طبعا عضلة الكتف الخلفي عندي عضلة صغيرة جدا، فما بلعبهاش او عدات قليلة، سوري عدات كتيرة، بحاجة خفيفة جدا كده. انا خلصت معايا البول، هنبتدي بقى نعمل الاسترتشات بعد التمرين. ومعلومة مهمة جدا، ما ينفعش اعمل استرتش قبل التمرين، لان ده بيبقى العضلة عندي معمولة انكماش. فلو عملت استرتش مثلا للباي كده مرة واحدة، فلا قدر الله ممكن يحصل مزق. فانا لازم الاسترتش بتاعتي قبل التمرين يبقى استرتش حركة كده كده كده، ما ينفعش اعمل استرتش كده خالص. فانا خلصت التمرين فاعمل استرتش ده عادي، الاطالات بتاعتي دي بعد التمرين. ماشي، 30 ثانية لكل عضلة. لو انا العد بتاعي في التمرين بتاعي بيبقى 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 وهكذا. من الايد الثانيه 30 ثانيه برضو، 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010. انا هعمل 10 ثواني بس. ابتدي اعمل طبعا استرتش للظهر عندي برضو، 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010. طبعا الكتف الخلفي اشتغل معايا، 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010. 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010. حاجة مهمة بقى جدا لازم نتكلم فيها، ان شرب المية عندي في التمرين لازم جدا اشرب على الاقل لتر ونص في التمرين بتاعي، ولازم على مدار اليوم بتاعي اشرب على الاقل 3 لتر يوميا ميه، لان الميه مهمه جدا في حياتنا، ننزل بيها الرواسب اللي في جسمنا، الميه الزايده اللي في جسمنا، فلازم الميه حاجه اساسيه في حياتنا. اشوفكم ان شاء الله في تمرينه جديده في ركن الرياضه. هواية وحرفة وهواية. تعالوا معايا نشوف الحكاية، بخطوة جديدة وفكرة مفيدة ورحلة سعيدة تكون البداية. رياضة وجيم ده جدا مهم، بتتعب شوية عشان تستجم، تصلح جهاز أو تزين إزاز، نقوش بالشاكوش والمهمة تتم، فوق السحاب لما تمسك كتاب بنختار معاك الصديق الأمين.